ايه ابو طلال؟ فات واحد على الفندق قال له مرحبا، قال له اهلا، قال له بده غرفه ازرتين على الطابق ال 77 فا. قال له حبيبي بدك هي انت مع قطه ولا بلا قطه؟ قال له لا حبيبي بلا قطه. قال له اوكي، طلع على الغرفه. شوي هيك اجى لعنده غصان، قال له شو بتأمرني؟ قال له بدي فروج هيك وغدا وكذا وبدي اكل. قال له طيب مع قطه ولا بلا قطه؟ قال له انتوا ليه حبيبي؟ في حدا بنام مع قطه؟ بديش قطه، هلا بنروح من وجهي. قام ظهر شوي هيك قام عم بكذب بالكوريدور تبع الفندق، شوف وحده شو يا هشام مزال ده مزال يعني. قلت له قمر قوم يا اركب محلك. المهم فطلع فيها قال لها مين حضرتك؟ قالت له انا القطه. وحضرتك؟ قال لها انا الحمار. واحد ختيار بده يروح بده يفش خلقه بده يعمل يعني، فراح على محل في كثير هنيك وحدات بنات بكونوا قاعدين، بفوت واحد بنقي يعني. ففات طلع هيك ختيار هو اسمه اللي قال عنه. فالمهم قعد اوكي شو خلصت من فؤاد جيت لعندي. بدي اقول شغله عن جد كل اللي مش عارفينه، هشام عمل عمليه ضعفين عشان انا قلت له مره انا بحب ضعف كثير. اضعف حاله عشان هيك اخف يعني كمان بالرياضه يعني عامه. ايه كذا مره انت رياضتني. ايه عملنا رياضه مع بعض. ايه مهم فات هذا الختيار قال له في وحده هنيك مسؤوله عن البنات كلها. قالت له تفضل متشو تفضل لهون. فات هو هيك رجال كبير قال له بدي وحده طلعوني اياها غرفه نعمل. قالت له انت؟ قال لها انا. قالت له طيب تفضل نقي اللي بدك اياه. اخذ وحده اخذها هيك من ايده وطلع هو رجال كبير يعني بالعمر. طلع هو اياه فاتوا على الغرفه قعد على التخت قعدت هي. قالت له ليك الصبيه يعني قالت له خلينا نبلش دغري بالجد يعني ما بدنا ناخذ ونلت كثير، شرح ثيابك حتى نبلش. شرح ثيابه هو ختيار يعني اوكي شرح ثيابه وقعد. قامت هي اخذت ثيابه وكبت له هن من الشباك. قال لا 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 يا عمي شو عم تعملي؟ وين كبيت الثياب؟ قلت له يا حبيبي من هلا لبكره الصبح عم نعمل سكس يعني هول الثياب ما عادش يزبطوا على جسمك، بدك ثياب اضيق. فخلص طمن انسى الثياب. هو صفن فيها هيك قال له طيب اوكي، وهو مهرهر يعني قاعد هيك يعني عرفت؟ فالمهم شوي تاني هي شلحت ثيابها قام اخذ لها ثيابها وكبلها لها من الشباك. قلت له شو عملت؟ كيف يعني كبيت لي ثيابي؟ شو بلبس هلا انا وظهرها؟ معقول راسك؟ قال لي حبيبتي انت مش عرفتي انه من هلا ليكون معي هاي الموضه بتكون بطلت. واحد قاعد عم بحشي شاك بالسياره قام قمشوه طبوا عليها دوريه طويل دوريه طبوا المنطقه طبوا عليها قمشوه قالوا له بس والله بعطى جيتوا الله جابها نزل من السياره. المهم يعني شافوا هيك انه ملبخ وكذا عرفوا انه معه حشيش فتشوا السياره طلع معه شي 2 كيلو قام ظبط عقله كثير تنكي قال له خذوه واعدام دوري ما في حكم يعني مبطوط فيه هذا اعدام. اخذوا وقعوا على حبل المشن او كذا وعلى حبل اللي بيركبوا عليه بالخشبه من تحته. فالمهم اخر شيء قال له لك طلب واحد بحق لك فيه شو بتطلب؟ قال طلب فروج. الضابط طلع فيها في واحد عم ينعدا بيطلب فروج. الضابط بده يعذبه كثير، الضابط كثير لئيم، قال له طب ليك حجيب لك فروج وشو ما حتعمل بالفروج بدنا نعمل لك، اذا قطعت فخذ بدنا نقطع لك فخذ، اذا قطعت ايد بدنا نقطع لك ايد، اذا قطعت جرح شو ما تعمل بدنا نعمل له، بدنا نعمل لك الك. أما داخ دور المحش الكوكايينجي مسك الفروج هيك حط الطيز على لسانه وبلش يحبس له.